كما جاء في التقرير منذ قليل فإن الرابح الأكبر من انتخابات المجلس البلدي بالأمس كان المواطن الكويتي من خلال انتخابات ديمقراطية بامتياز، حملت أبعادا عدة للمشهد الانتخابي من خلال ما تمخض عن ذلك من نتائج وقراءات متعددة. نبحثها إن شاء الله بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عصام الفلي. صبحك الله بالخير دكتور عصام، وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. الله يحييك، صبحك بالنور إن شاء الله. تشرف فيك دكتور. 10 مرشحين، الطابع اللي غلب عليهم شباب تبارك الرحمن. قراءاتك لنتائج هذه الانتخابات من خلال 10 مرشحين وأنهم تقريبا الأغلبية شباب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهني ونبارك لجميع الفائزين في هذه الانتخابات، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، ونقول للاخرين ان شاء الله فرصه طيبه، خصوصا ان بعض الدوائر كان التنافس فيها محموم ومتقارب. طبعا 90% من الفائزين هم من الشباب فعلا، فقط شخص واحد، وهذا الشخص هو ايضا كان عضو سابق. نعم. وبالتالي اصبح خارج التسعه. هذا مؤشر حقيقه بان هناك إقبال شبابي للدخول في المعترك السياسي، هناك اهتمام من الشباب في إصلاح ما يمكن إصلاحه، إصلاح الفساد، إصلاح الأخطاء، إصلاح التجاوزات اللي موجودة، خصوصا بعد نجاح التجربة في مجلس الأمة. مجلس الأمة كان في دخول عدد لا بأس به من فئة الشباب، كان مفاجأة كبيرة بالنسبة للناخبين والمرشحين. كذلك المجلس البلدي كان هناك اهتمام كبير من الشباب. معروف عندنا احنا منذ سنوات المجلس البلدي، يعني عقب ما الخطوة الأولى يعني صار دوره إشرافي أكثر منه دوره تنفيذي أو تشريعي بالأحرى، قل نسبة المشاركة لدرجة أن احنا وصلنا إلى حوالي 21% تقريبا هذا العام. وبالتالي عموم الناس أصبح عندها نوع من الانسحابية، لكن الشباب طبيعتهم عندهم حماس وعندهم اهتمام أكثر، فهم اللي حركوا العملية الانتخابية، هم اللي نجحوا الشباب. وبالتالي عملية متوافقة بأن اللي نزلوا الشباب واللي نجحوهم أيضا هم الشباب. طيب. فهذا الأمر إن شاء الله يكون في أمل في أن يكون عندنا نوع من تحريك العمل داخل المجلس البلدي إلى الأفضل بإذن الله تعالى. شلون شفت أجواء المنافسة أمس دكتور؟ كانت الأجواء هادئة عموما كانتخابات، أجواء جدا هادئة لطبيعة انتخابات المجلس البلدي. الهدوء، النسب كانت تتراوح ما بين 15% أقل دائرة إلى 30% حضورا دائرة واحدة فقط، وبالتالي هذا الهدوء يخلي التنافس بسيط. لكن هناك يمكن دائرتين نعم أو ثلاث اللي كان التنافس فيها محموم. أحد الدوائر كان 5 أصوات تقريبا بين الأول والثاني، وكانت مفاجأة في الانتخابات. والباقي لما يكون الفرق 200 و300 يعني يعتبر نوعا ما في تنافس. لو إعادة حسابات بسيطة كان الثاني طلع أو كذا، وبالتالي التنافس كان موجود، لكن معظم الدوائر كان لا، الفارق كبير جدا، بين أن فلان بيطلع وفلان بيطلع. دكتور عصام، هذه ما هي أول انتخابات ولله الحمد، إن كانت بلدي إن كانت أمة إن كانت انتخابات ما شاء الله كثيرة، ودائما كنا احنا في بلد ايضا ديمقراطي، فلا بد من الديمقراطية هذه تسود على المجتمع بشكل عام. لكن شاهدنا يمكن بالامس تنظيم من جميع الدوائر الحكومية اللي غطت هذا العرس، نقدر نقول انا وان كان عرس صغير بالنسبة لمجلس الأمة او لانتخابات مجلس الأمة. شلون شفت التنظيم امس؟ حقيقة يعني اول ما نبدا في وزارة الإعلام دائما هي متميزة في هذا الأمر. من قبل الانتخابات فترة هي تعمل على التسويق للمرشحين، اللي عنده شيء يتكلم يعطونا دقيقتين يتكلم فيها، في استضافات، في برامج، تغطيات يومية للدوائر الانتخابية، مقر الانتخابات في دائرة الانتخابات في شويخ. هذه العملية اليومية حقا مطلوبة ومحفزة للقاعدة الانتخابية. فوزارة الإعلام متميزة في النقل اليومي، وأيضا الانتخابات هي متفردة، تلفزيون الكويت في نقل النتائج وإذاعة الكويت ساعة بساعة ولحظة بلحظة، فهذا شيء يسجل حقيقة لتلفزيون الكويت.
إضافة إلى وزارة الداخلية، القضاء في إدارة الانتخابات، الخدمات العامة، الدفاع المدني، المطافي، الإسعاف. حقا المكان منظم، تدخل مكان الشرطة موجودين ينتظرونك في الداخل، عند جهاز يقول لك رقمك كم، رقم القيد الانتخابي. وزارة التربية أيضا توفيرها للمدارس. وزارة التربية أيضا كذلك توفير المدارس. وبالمرة احنا اليوم لاحظنا ان الشوارع خفيفه الصبح. أيوة. حتى لان اختباراتهم رفعوا الوقت بالضبط. يعني خلوا الساعه 10 الاختبارات. ولعلنا يمكن ندعو الان وزاره التربيه نقول يا جماعه السنوات القادمه خلوا حق المرحله الابتدائيه عشان لا يوقف الدوام ولا يوقف الامتحانات وتمشي الامور. نعم. فلعل مدارس الابتدائيه تكون اسهل في استيعاب الانتخابات. جميل. الناخب الكويتي دائما كانت له كلمه في الاعراس الديمقراطيه اللي عندنا، لكن يعني او لا كلمه الفصل الفعليه او في العمليه الديمقراطيه، لكن الناخبه الكويتيه اين هي من مشهد العرس الديمقراطي امس للمجلس البلدي؟ كما هي سلبيه عامه في انتخابات البلد بشكل عام، هذه السلبيه انتقلت الى حتى العنصر النسائي. المرشحين مرشحه واحده فقط، وبالتالي ايضا انعكس هذا على الناخبات، فقل عدد كبير من الحضور حقا من الناخبات. يمكن الحاضرين هم الفزعات حق المرشحين، لكن كمشاركه عامه لا، كانت ضعيفه حقا. ولعل هذا يمكن الجو العام الانتخابي كان ضعيف بحكم يعني انتخابات المجلس البلدي دائما هاديه وما في اثاره، فبالتالي كان فعلا المشاركه النسائيه قليله هذه المره. طيب خلينا نتكلم عن تحديد مسارات المجلس المقبل. ما هي الاولويات اللي كنا نبي نحددها بالتحديد؟ المجلس البلدي طبعا ما قلنا هو ليس تشريعي كما كان في السابق، انما الان هو اشرافي. اشرافي. نعم. والان عندنا خطه طموحه مقدمه من الحكومه 2035، وهذه تدخل فيها الرقابة مباشرة شبه يومية على هذه المشاريع. هناك مشاريع تنفيذية على البناء والبنية التحتية، الجزر، الجسور، البيئة الموجودة. الجهة الوحيدة اللي تستطيع أن تراقب يوميا وبشكل مباشر هو المجلس البلدي. وبالتالي أعتقد مفترض الآن على شبابنا اللي موجودين في المجلس البلدي أن يضعون خطة لمتابعة ومراقبة وإشراف على هذه المشاريع بشكل مباشر وميداني، حتى يكون لهم أثر في الانتقال من هذه المشاريع إلى مستوى أعلى وأداء أفضل. إضافة إلى بعض الأمور التعديلية من اللوائح الخاصة بالبناء والخاصة في التخطيط البديل، هذه أعتقد يحتاجون إلى تطويرها. يعني إحنا مثل ما لاحظنا لما جاء وزير شاب للتجارة فتح كثير من الأمور للشباب، لما يجي وزير شاب أيضا للرياضة يفتح كثير من الأمور للشباب. أيضا هني للمجلس البلدي لما يجون شباب، أعتقد الآن هم الشريحة الأكبر في البلد هم الشباب، وبالتالي هم ممكن يساعدوا كثير في منح الشباب كثير من المنح والفرص في مختلف المجالات. دكتور عصام، يمكن انا بسال سؤال يمكن اسمعه وايد بدواوين في اي مكان حاضره بوجود الرجال، يقولون دائما مثلا انتخابات الجمعيه، انتخابات المجلس البلدي تعتبر مفتاح لانتخابات مجلس الامه، فمدى صحه هذا الكلام؟ هذا كلام صحيح. جمعيه تعاونيه، المجلس البلدي، الاتحادات والنقابات الكبيره. نعم. هذه كلها طبعا هي مفتاح، فدائما يبدا الواحد بطموح صغير ويقيس نفسه، يشوف كم قاعدته الموجوده. هذه قاعده يضيف عليها قاعده اكبر من جمعيه تعاونيه الى مجلس بلدي الى نقابه كبيره مثلا، حتى تكون يقيس نفسه ممكن يوصل لمجلس امه ولا لا. هي قياسات فعلا حقيقيه. هي فقط قياسات ارقام ام قياسات افعال؟ يعني انا مثلا نجحت في الجمعيه مثلا فعلت امور من صالح المنطقه، او مثلا اتجهت الى المجلس البلدي نجحت فيه وايضا فعلت امور من صالح البلد، يعني صلحت وطورت وعدلت، ومن ثم هذا الامر يعني ممكن او يخولني اني ادخل الى انتخابات مجلس الامه، ام انه مجرد ارقام وناخبين لهذا الشخص؟ يعني انا اعطيك مثال، احد المرشحين رئيس مجلس اداره الجمعيه
انتقل بهذه الجمعية التعاونية قفزة كبيرة جدا في العمل التعاوني. هذا الأمر أعطاه قاعدة المنطقة كلها تصوت له ما شاء الله، وبالتالي هو لأن أداءه كان عالي في الجمعية التعاونية أعطاه أصوات. هو ما فاز في الانتخابات البلدية لكن أصواته جدا عالية. نعم. وبالتالي هو أداءه هو اللي أعطاه هذه الأصوات. المجلس البلدي الآن الشباب اللي يثبت نفسه أيضا بأداء وتميز وعطاء، هذا ممكن أهله أيضا اللي مجلس الأمة. نعم. وبالتالي فعلا مثل ما تفضلت الأداء مثل ما أثبت نفسك راح الناس تتفاعل وياك وتعطيك بشكل أكبر إن شاء الله. محلل السياسي الدكتور عصام الفي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. حياك الله. شكرا جزيلا. إذن